مرحبا بكم في برنامج تحديات الجديد جزيرة النجوم. في كل حلقة نجم من النجوم غيعيش تحدي إما مع دريس العراقي يا إما مع المهدي شهاب. المنشطين ديالنا كيلعبوا أدوار اللي كتختلف من تحدي الآخر. شاف كويستوف ساسو على راسه مقدم برنامج في تغلط تغطس، شاف شانطي مصور في ستوديو 2000، ومول سوارت فك هيا من وحلتها. شحال زوينة تسنى شي واحد اللي غيتسخر لك وهو من الحرفة. غادي نعيط على شاف عروبي. وي امي امي يا بسم الله حتى هنا خويا هذا العالم ديالك المطبخ راه ديالك. وي وفين ما مشيت تابعني هادشي دابا شنو نطيب؟ لا ما غاطيبش غنطيب. انت شاف؟ اييه. ولكن اليوم انا هو الشاف. وياك ما دير داكشي اللي قلت لك. مرحبا مرحبا. واجد معايا؟ واجد. شاف العروبي؟ نعم سيدي. اليوم غتسخر؟ اييه. فايت فيك مسخر؟ ديما ديما كتسخر. ديما ديما ناسي نص. وانا كانت الشمس كان سيطوني لو عيد نجيب الزيت. لا انا ما بغيتش هذه القضيه هذه. بغيتك تمشي تسخر. أيه؟ وتجيب لي داكشي اللي قلت لك. مرحبا. وحاجه مهمه بالزربه بالزربه عارف الخدمه. صح. انا غادي ندير واحد الوصفه اليوم غادي نصاوب سلو سلو سلو. بغيت اخويا سنيده، بغيت اللوز، بغيت التمر، بغيت كاوكاو الحليب، بغيت العسل الحامض، بغيت النعناع والبيض. هذا سلو. هذا سلو. مالك ما عجبكش السلو؟ النعناع والسلو ديالي ما عجبكش ولا مزيان عندك؟ او عشتي عجبتي في السلو ديالي دختي؟ ولكن انا غنعاود لك. هذا السلو عمرك شتيه؟ زيد سنيده اللوز التمر كاوكاو الحليب العسل الحامض النعناع والبيض عادي هادشي. صافي ملي غنمشي هاتا شوف انا نوريك الطريق. هانتا زيده من هنايا شتي هذيك؟ اه هذيك اللي تما غتحلها هانتا. وكل حاجه جبتيها كل صخره جيتي ومشيتي وجيتي 10 نقطات مزيان راه لك كبير. ايوا سير حل سير حل ودخل من تما بشويه عليك. اه خويا شاف العرض داك رموت سير. يلا حنا بدينا. ودبي حيدو دبر راسك حتى ويا شاف العروبي باغي يربح شاف وكيتسخر. وا فاطمه وكي داير عميمي؟ اه طلع ليا فاطمه الله اكبر بلاتي. وصل 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 حامض. شنو هذا؟ يلا اخويا راه حنا بدينا نتعطلوا. واش شاف؟ اه اللي لقيتيها جيبها ما تعطلش ليا. اللي لقيتيها جيبها. باين مولف الكوزينه بركه عليك جيب داكشي اللي لقيتي. يلا الشاف يلا الشاف يلا الشاف ياك لاباس اوليدي. الشاف العروبي ياك لاباس عطي. جيتي شاف مدردر بالطحين. مرحبا زيد. اه مزيان هادشي مزيان مزيان مزيان. برافو عليك برافو عليك. سير اسيدي عاود سير عاود سير عاود ماشي مشكل. اه والله الا شاف الا قلتي شاف شاف العروبي غادي مزيان. شاف العروبي برافو عليه. عنده جبنه جاب ثلاثه الحليب جاب السكر جاب الحامض ثلاثه اذا عنده 30 نقطه. وصلتي يا الشاف ولا مازال؟ هز عينك يا الشاف هز عينك غتلقى البيض بيض غتلقاه. هز عينك شويه الفوق غتلقاه. برافو عليك. يلا زربي زربي راه الوقت مشى. راه السخره هذه راك انت عارف انت شاف الشاف عارف الشاف الشاف اللي كيبغي يقضي الاوامر ديالو خص اي حاجه تجي عندنا. دارت بك الايام يا الشاف دارت بك الايام. ها بيض. لا لا ما بغيتش هذا البيض. زيد زيد عندي زيد. برافو عليك. فين هو العسل؟ زيد انا نشوف كاين هذا تاهو عسل. ها البيض باقي فيه باقي فيه باقي ها القفال الرضا. الشاف العروبي باش تعرف واخا القفاله جابها هنا هو اللي شاف اللي شاف الديطاي عندهم. ودوي معايا راه تخلعت عليك. يمشي بصراحه لقى لقى الطريق ديالو صريقه تمرح. اه برافو عليك سريعه دابا خمم قلب وما تنساش راه الوقت كي كيمشي دغيا دغيا. خصك ولا بدا ترجع عندي دابا واحد الشي شويه راك غادي مزيان ما طيحش. الشاف العروبي راني فين كتمر. وي خويا مزيان كتسمعني الشاف العروبي ياك؟ الشاف راني باقي كنتسناك ولكن الشاف الا كان كيدير هذا الوقت هذا باش يتسخر ها الا درتي هذا الوقت كله راه ما بقى لا شاف لا والو راه حنا غنسدو.
حنا راه غنسدوها الشاف اللي لقيتيها جيبها راه باقي ليها والو صافي راه غادي نسد الريدو واش بقى تما زيد 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 وا برافو عليك شاف وكيتسخر ورياضي شنو جبتي لي اخويا اللوز هاتي طليبه وحيده دور دور طليبه الاخرى الاخرى وسالينا شوف عييتي شويه شرب شي قهوه شرب شي قهوه باش ترتاح ايه وسير جيب اش نجيب قهوه نشربها لك راه كاينه عسير راه تلقاها في الثلاجه ياك ما جاتك الدوخه دخلتي فاطمه الثلاجه 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 هي اللي فيها القهوه عارفه ولكن هذه كوزينه ديالنا والروسيت ديالي صافي انا غنبدا نوجد الله يستر عليك قهوه ما بقى والو العروبي ما بقى والو سبعه يلا العروبي خمسه اربعه جوج وقلارو وحده ونص وحده وربع وحده ما بقى والو ما بقى والو الشاب العروبي غادي يربح غادي يربح وغادي يجيب لي قهوه وغادي يربح سالات قهوه كاينه تلصيقه اسمح لي كاينه تلصيقه الشاف تسخر الشاف العروبي كان هائل اجي حدايا الشاف العروبي نديروا الحساب انا وياك ونشوفوا شحال من نقطه ربحتي اليوم وراك دابا بحال خارج من الرينكاس ها جاتك الرصيد ديالي الله يرحم عليك الله يجيبك شي رصيد ديالي لا دير رصيد مزيانه ولا لا مزيانه لداخل لقيتي الامور شويه ما كانش صعوبه بزاف ولكن النعناع اللي فلت ليا النعناع فلت لك شفتي تجيبو لا ما شربوش كويزات اللوز ها 10 الثقه باقا انت شوف 10 النقط انت 10 النقط ما كاينش مشكل السنيده السنيده كاينه والحلي الحليب حتى هو كاين ديال البقره العسل ديال النحل يا سيدي البيض ديال الدجاج حامض وحامض عندك وعندنا 10 10 10 10 10 هي شحال 70 70 نقطه ياه 70 نقطه عند الشاف العروبي وانتم شتو حالتي كي دايره هذه هي الحال هادشي اللي عطى الله وسع وهادشي كله باش تستهلك بلا ما تهلك لا جي العروبي جي قبل ما تمشي عمرك تسخسختي شي تسخسيخه بحال هذه هي الصراحه شي تسخيره لا شي تسخيره بحال هذه عمرني ما وقعت لي ديما الصخره ما نكذبش عليك كتسخرني الوالده كنمشي نجيب الصخره مقاده وكنمشي برافو عليك حق لك شاف عروبي الله يكبر شاف برافو عليك شكرا الله يكبر بك انت هو الشاف اليوم لا انا هو الشاف هو الشاف جاك في جاتك تبارك الله اللي عارف فاطمه باش نقول نمشي فرحان الله عليك فاطمه مموي شكرا 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 للشاف عروبي الشاف عروبي كتعرفوا الشاف هو انه كيمشي حتى الاخر ويدير الامور بسرعه كما قلنا ليه اذا المره الجايه غادي نشوفوا ضيف واحد اخر الشاف العروبي نقول ليه برافو عليه جاب 70 نقطه شكرا ومع السلامه